إذا للحديث عن التحرك داخل الكونغرس الأمريكي لقطع مشاريع المساعدات المالية الخارجية للدول التي لها ارتباطات مع إيران في الشرق الأوسط على رأسها العراق ولبنان، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير لشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. سيادة العميد مرحبا بكم. إذا تحرك داخل الكونغرس الأمريكي لقطع مشاريع المساعدات المالية الخارجية عن القوات الحكومية في العراق، بماذا يمكن أن تفسر هذه الخطوة سيادة العميد؟ حياكم الله. حياك الله سيدي الكريم. أخي التحرك الجمهوري بخصوص الدول التي تدين بالولاء للنظام الإيراني وهي تسلم معونات أو دعم مالي أمريكي في هذا التوقيت في عدة رسائل. الرسالة الأولى داخلية تستهدف الشارع الأمريكي المقبل على الانتخابات النصفية للكونغرس اللي هو تسجل في شهر نوفمبر تشرين الثاني، وهنا يسعى طبعا الحزب الجمهوري للحصول على الأغلبية أمام خصم ديمقراطي في الكونغرس القادم، لذلك هي تحمل هذه الرسالة جانب انتخابي. الرسالة الثانية هي اقتصادية، الظروف اللي تمر بها وتتمر بها الولايات المتحدة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والصرفيات المالية الخارجية الكبيرة ستكون مؤثرة بشكل كبير على اقتصاد امريكا، ولذلك سينعكس سلبا على المواطن الامريكي. الرساله الثالثه عسكريه، هي موجهه ضد ايران وميليشياتها، وهذا هو النهج الذي يسير عليه مؤخرا الحزب الجمهوري. ايضا واشنطن يعني تمر بمؤشرات بدايه الانحدار الامريكي، كل هذه الامور جاء مشروع قرار قطع مشاريع التمويل للدول ذات الارتباط الثاني منها العراق ولبنان. سيادة العميد، هذا التحرك هل تراه أنه يدين السلطات الحكومية في العراق، وبالتالي هو يؤكد تغلغل إيران وميليشياتها في قوات يفترض أنها يعني لا تحمل أي مشاريع خارجية؟ أخي الكريم، جميع السلطات الحكومية المتعاقبة منذ احتلال العراق عام 2003 اليوم هذا هي صنيعة لسياسات أمريكية مبعثرة ومخرجات الاحتلال بني على أكاذيب، لذلك لا يمكن أن نختصر هذه السلطات بمفردة الإدانة، لأنها انتهجت هذه السلطات سياسة الترنح بين الغايات الإيرانية والمصالح الأمريكية، وجميعها كانت فاقدة للقرار والإدارة والسيادة، وسعت لاكتفاف الجيش العراقي المهني واستبداله بمؤسسات فاقدة للمهنية ومنزوعة العقيدة العسكرية اللي هي من أهم ركائزها الولاء للوطن والدفاع عنه بعيد عن المشاريع والأجندات الخارجية. القرار الأمريكي هل تراه متأخرا كثيرا؟ بمعنى آخر، هل تتحمل واشنطن والإدارات الأمريكية المتعاقبة مسؤولية هذا الارتباط والتغلغل الإيراني في القوات الحكومية في العراق؟ أمريكا يا أخي الكريم لديها استراتيجيات مختلفة ومتنوعة ومتجددة بحسب الظرف السائد والتوقيت المناسب. هذا القرار يراه الآن الجمهوري المناسب في هذا الظرف والوقت، والولايات المتحدة المسؤول الرئيسي لما جرى ويجرى في العراق مهما حدث إليه، فهي من غزته وفرضت عليه صفة الاحتلال واشتتت دولته وركائز بناء الدولة، وهي من حلت جيشه ومؤسساته، وهي من أدخلت نظام الدمج الميليشياوي، وهي من تغافلت عن توغل وتغول الميليشيات في جميع مفاصل الدولة بما فيها العسكرية والأمنية، لذلك هي تتحمل وزر ما حدث وسيحدث في العراق بل لجميع دول المنطقة اللي تتحرك بأوامر ميليشياوية. في هذا الإطار، هل تعتقد سيادة العميد أن الدعم الأمريكي أسهم بالفعل في أن يطور من قدرات القوات الحكومية في العراق بعد كل هذه السنوات؟ أساسيات بناء يعني لا يمكن بناء الجيوش وتعزيز قدراتها وتطويرها من الخارج، فما بالك إن كان من المحتل، لأن بهذه الحالة ستفقد أهم أساسيات العقيدة العسكرية وهي الولاء للوطن والدفاع عنه. أمريكا منذ الاحتلال وحل الجيش العراقي لم تكن جادة في بناء أو تطوير قدرات القوات الحكومية، وهذه إحدى غايات الاحتلال، وبقيت هذه القوات عاجزة عن تحقيق مهامها بالدفاع عن الوطن وغير قادرة حتى عن الدفاع عن نفسها أمام هذا التغول الميليشياوي، بما جعل هذه القوات اليوم غير قادرة على تحقيق أبسط نسبة التوازن العسكري مع دول الجوار وفاقدة لقدرة الرجع أمام أي تهديدات خارجية.
لو التفتنا إلى التصريحات الإسرائيلية فيما يخص تنامي قدرات إيران النووية وخطرها، هل تعتقد أن تتطور هذه التصريحات والمناوشات إلى مواجهة حقيقية ما بين تل أبيب وطهران سيادة العميد؟ سيادة العميد هل تسمعني؟ أسمعك. نعم أسمعك. تفضل. إسرائيل وفق عقيدتها العسكرية بعد حرب 73 استبعدت المواجهة المباشرة الواسعة وسدلتها بهجمات وضربات جوية وصاروخية لأهداف منتخبة حسب أهميتها طبعا الجغرافية والتسليحية، ولكن أتوقع أن تشن إسرائيل هجمات غير تقليدية على أهداف داخل إيران، مما يدفع إيران التي هي أيضا انتهجت سياسة عدم المواجهة المباشرة لتوظيف ميليشياتها والأقرب لديها في العراق لاستهداف أهداف داخل دول الخليج العربي. طيب سيادة العميد، فيما يخص الميليشيات، يعني أنتم تعرفون عدم وجود جيش وطني في العراق، هل ساهم في تعزيز الطائفية وأيضا في رفع قدرات الميليشيات التي باتت توازي قدرات جيش نظامي؟ ذات الجيش الوطني استبدال بمؤسسات غير مهنية وعشوائيات طائفية متأملشة في الفكر والنهج والسلوك جعل الساحة ملائمة لإنشاء الميليشيات تتحرك وتعمل باستراتيجية الإيرانية اللي غايتها الرئيسية تشتيت وتقزيم المجتمع العراقي وتحويله إلى تجمعات طائفية وعرقية متناحرة فيما بينها. لذلك طبعا أخي الكريم، وعلى الرغم طبعا من ان ايران لديها مشروع في العراق والمنطقه وامريكا لديها مصالح، ولكن عندما تتقاطع المصالح الامريكيه مع المشروع الايراني فالخاسر سيكون ايران وميليشياتها. لذلك كل شيء محتمل، ولا استبعد ان تنتقل امريكا لصفحه خزن السكاكين وحرق النفايات للتخلص من الميليشيات الايرانيه. مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لكم.